تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين لتقديم الخدمات العلاجية. ووصل عدد الحجاج المترددين على العيادات إلى 7129 حاجا، فيما بلغ عدد الحالات المتواجدة حاليا بالمستشفيات السعودية حوالي 12 حالة وتتلقى العلاج اللازم. جموع غفيرة لضيوف الرحمن شهدتها كافة الميادين المؤدية للحرم المكي لبدء الرحلة المقدسة، والتي واكبتها حالة استنفار قصوى الفنادق التي يقيم بها الحجاج المصريين من كافة البعثات النوعية وعلى كافة الأصعدة لتهيئة الأجواء الروحانية لتلك الرحلة المقدسة. عيادات البعثة الطبية المصرية رفعت حالة الاستعداد القصوى لتقديم خدماتها العلاجية للحجيج. تجهيز أكثر من 18 عيادة في مكة المكرمة وحوالي 5 عيادات في المدينة المنورة بيتوفر بها أكفأ الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، والعيادات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية من الكيو آر كود واللي هو المسح الضوئي اللي هو بيقدر يقرأ كافة بيانات الحاج من على الكارت بتاعه، وتوفير كافة الأدوية لكافة الحجيج. احنا وصلنا لحوالي 7000 حاج. الحمد لله تم تقديم الخدمة الطبية على أعلى درجة وصرف الأدوية ليهم. تم تحويل 24 حالة للمستشفيات، خرج الحمد لله حوالي 14 حالة، ومتبقي دلوقتي 10 حالات بيتم متابعتهم. احنا بنعمل ليل نهار على تقديم أقصى درجات رعاية صحية لأهالينا حجاج بيت الله. معظم الحالات المرضية التي استقبلتها عيادات البعثة الطبية تعاني من إجهاد ونزلات برد نظرا لتغير الأجواء المناخية. مترددين الحقيقة في تزايد الفترة الأخيرة، يمكن عشان زيادة أعداد الحجاج. الحمد لله ما عندناش إصابات خطيرة، بس الحمد لله العيادة مفتوحة على مدار الساعة وبتقدم الخدمة لأغلب اللي موجودين في الفندق، سواء كان خدمة علاجية أو خدمة توعوية من باب النصايح، لأن سيادتك عارف قبل موسم الحج مهم جدا إن في نصايح تتقال للحاج علشان صحته خلال فترة الحج، وعلشان إزاي يحافظ على نفسه وإزاي يبقى له نظام غذائي كويس وإزاي يبقى صحته أفضل عشان يكمل مناسك الحج. ضيوف الرحمن عبروا عن سعادتهم البالغة بأداء الفريضة وما تقدم البعثة الطبية المصرية من خدمات صحية متكاملة. 100 100، حاجة ما كناش نحلمها ولا نتخيلها، والله حاجة ما نحلمش بها خالص خالص. حاسة أنني في جنة وربنا بيعوضني صبري كله هنا. المفاصل عندي كانت التهبت، جيت أسول الضغط وحسيت أن فيها فعلا اهتمام 100%. أنا معايا علاج توقف وخدت علاج جديد من الدكتور مدير العيادة، وجزاهم الله عنا كل خير. اللي عنده أي حاجة بيخش مباشرة العيادة الطبية للبعثة المصرية. الناس بتقوم بالواجب ويقولوا لو في علاج ناقص أو حاجة بيصرفوا العلاج. مراتي تعبت، قالوا عندها الضغط بقوا يجري هم الكل، أنا عندي شوية تعب بقوا هم الكل حواليا، مش هتقصر فيا. حالة استنفار قصوى تعيشها البعثة الطبية المصرية على مدار الساعة لتقديم خدمات علاجية تصل لمستوى الرقي لضيوف الرحمن. محمد حلمي، التلفزيون المصري.